صباح الفل، صباح الجمال، صباح الرونق على احلى ناس في الدنيا. النهارده هنعمل حاجه دلع الكبير بيحبها والصغار بيحبها. المكونات سهله بسيطه موجوده عندنا كلنا، يعني احنا ممكن نتفرج على الحلقه ونقوم نعملها. النهارده هنعمل سينابون، بقول لكم ايه، حدوته. يلا بينا. في العجان بقى هحط 4 كوبايات دقيق ورشه ملح و10 جرام خميره، رشه فانيليا وشويه سكر. هضرب بقى المكونات الجافة دي كلها مع بعض. عندي بقى بيضتين، بس انا قبل ما اضرب البيض واحطه هنا فممكن بيضة معايا تكون مش كويسة، فانا ايه اضربها لوحدها واتأكد ان هي تمام. اهي دي تمام، يبقى نحطها هنا. انا هستعمل بيضتين، ايوه، واخد دي كمان. في شوية وقع بره مش مهم. تمام، حط بقى حوالي 6 معالق زبدة تكون سايحة سيكة كده. بعد كده كوباية لبن رايب. بعد كده بقى هضرب واحدة واحدة. هنحط بقى شوية مية كده تدريجيا ونقلب. بصوا بقى العجينة، عجان 100 100، بس كده ده تمام. يبقى ان شاء الله العجينه بتاعتنا تمام. هقفلها بقى كده، هسيبها بقى في بوله بالظبط ساعه تخمر وارجع لكم تاني. احطيها بقى كويس واسيبها في مكان دافي. ودلوقتي بقى نبدا نعمل التوبنج. بعد ما السيرمون يطلع من الفرن هنحط بقى ايه ده على الوش. عندي جبنه كيري، سنه لبن، سكر بودر، سنه فانيليا وشوية زبدة سايحة. يلا بينا. عندي كام مكعب جبنة كيري؟ دول حوالي 6 7 مكعبات. هاخد معاهم معلقة زبدة او معلقة ونص. بصوا زبدة سايحة كده عشان تدوب معانا على طول. وهاخد رشة فانيليا وشوية سكر بودر. ونقلب كويس. في الاخر بقى سنة لبن مكثف. ونقلب. كده ده خلاص تمام وجاهز، مستني بس السينمون يطلع من بره. الحشو بقى عندي كاكاو، سكر بني وسنة قرفة وشوية كاكاو. ونقلب كويس بس كده ونسيبه على جنب. وده شكلها بعد ما خمرت اهي. هبدا بقى المها بقى عشان نفردها. يلا نحط بقى رشه دقيق كده خفيفه تحت وفوق عشان هنبدا نفرد العجينه. ادي كده العجينه زي الفل، حسيناها بقى ايه فيها حته تلزيق خفيفه، فيها حاجه سن الدقيق خفيفه. هنجري معانا الكلام اهو. نبدا بقى نفرد العجينه. نجيب بقى زبده سايحه. السلام يا دي حدوته. نبدا بقى ندهن العجينه، ندهن كل حاجه كده دلع. انا بقى عشان اعمل معجنات في البيت. بصوا بقى، فاكرين السكر البني والكاكاو والحاجه اللي احنا عملناها؟ الزبده دي بقى بصوا هتلزق معانا الحشو اللي احنا عملناه ده. هجيب بقى مردنه وهدوس كده دوسه خفيفه. ليه بقى؟ انا عايز اتاكد ان السكر والحاجه دي لزقت في العجينه اهو. هبدا بقى اخد الطرف كده واحده واحده اهو. بصوا مجرد ما اعمل كده هي هتجري معايا لوحدها اهو اهو، واحده واحده. الله الله، بصوا بقى الشكل. ايوه 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 اهي. هجيب بقى خيط دوباره وهبدا اعمل كده، مش عايز اعملها بسكينه عشان ما تتبهدلش اهو. بصوا قطعت معايا وبقت زي الفل اهي، دلع. وهنبدا بقى نرصها ونديها مساحه كده صغيره ما بين الاثنين اهو، عشان لسه هتقعد تتخمر تاني. غطيتها بقى بستريتش او بحته او باي حاجه، اسيبها حوالي ساعه تريح شويه وتخمر تاني. نرجع بقى نشوف التفاصيل. وكده السينابون اتخمر. بصوا الواحده الكبيره والصغيره اللي احنا قطعناها
براحتنا بقى، المطبخ بتاعنا والأكلة بتاعتنا ومحدش ليه حاجة عندنا. هدخلها الفرن تلت ساعة، أنا عايز النار تبقى من تحت بس، هي كده كده إيه هتتحمص مع نفسها تلت ساعة، واتفرج يا باشا على السينما. هروح الفرن وأرجع لكم. هنبدأ بقى بعد ما السينما طلع من الفرن، هنبدأ بقى نغرقه كريمة وهو سخن كده أهو. واحدة بقى نغرقها كراميل، نغرقها بقى شوكليت التانية، وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب أكون قدرت أقدم لكم حاجة تعجبكم، نشيل حاجات، نحط حاجات براحتنا، المطبخ بتاعنا والأكلة بتاعتنا ما عادش لك عندنا. مع السلامة. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.